حياتك يا أسعد ما هي زي متصور الناس أنها شوي أنها سهلة. يعني أنت إنسانياً وعملياً مريت بطلعات ونزلات واشتغلت في أكثر طبعا. أكثر من شغلة. يعني أصعب المراحل متى كانت؟ يمكن بعد وفاة الوالدة أنا تعبت شوي، وحتى طلوعي من المجال العسكري أني أنا قدمت استقالتي وطلعت منهم، والفترة اللي كان فيه جفوة بيني وبين والدي الله يرحمه رحمه الله. هذه الفترة اللي أنا رحت فيها أمريكا على أساس أني أبغى أروح ولا عاد أبغى أرجع. هناك كنت أبغى أدرس وأضبط أموري وكذا، وكان معي مبلغ، اكتشفت أن المبلغ هذا اللي أنا رايح فيه ما يسوي لي شيء، يعني ما راح يفيدني بشيء لا في دراسة ولا معاهد غالية. فاضطريت أني أنا يعني أوفر قد ما أقدر عشان يصرف علي، واشتغلت. كان لي صديق هناك عايش هناك وجه له تحية اسمه أحمد الغامدي، عشت نياه في أمريكا سوا، فاشتغلنا نياه في مطعم كينيدي فرايد تشيكن، واشتغلنا في غاز ستيشن كاشير، فكنا نصرف على أنفسنا عشان نعيش نقل. وش اشتغلت أنت في المطعم؟ كل شيء، أسوي ريدينج للتشيكن، أشتغل أضبط الطلبات عادي، يعني اشتغلت شغل عادي، كنت أخذ بالساعة $6 لأني مبتدئ. فاشتغلت وجلست فترة حتى جت 11 سبتمبر اللي هي المشكلة حقتها، وكنت يعني شفت الأوضاع اللي صارت، فحسيت إن الوضع صار حساس بالنسبة لي كثير، يعني إنه لازم أطلع أنا، لأنه شالوا دكاترة وشالوا ناس ما لهم ذنب. فرجعت وكانت خيرة لي سبحان الله إني رجعت وتصالحت مع والدي الله يرحمه يسكن الجنة، صفت القلوب على ما قالوا، وجلست حتى لقيت لي وظيفة واشتغلت إلى جاء اللي هو أم الحالة وغير مسار حياتي، يعني صار حياتي غير. أنت لا متفرغ للفن.